هنراجع الوحدة الأولى والتانية النهاردة يا حلوي عشان نأكد على المعلومات، عشان ما ننساش المعلومات اللي احنا كنا واخدينها. طيب يلا ماشي. حاجة يا سما، أخو الخطية عينه، المستخدمة 4 زائد 7 أخو هي 7 زائد 4، هنا عمل ايه يا سما؟ عمل إبدال في الجمع ولا إبدال في الضرب ولا دمج ولا عنصر محايد جمعي؟ رقم واحد. صح، عمل إبدال في الجمع يعني بدل. ممتازة يا سما، شطورة. يبقى هو هنا عمل ايه؟ عمل إبدال، بدل. تمام، السؤال اللي بعده يلا يا هشام. يلا، 525 سنتيمتر يساوي 5 أمتار و25 سنتيمتر. ممتاز، يبقى 525 سنتيمتر هيساوي كام متر؟ هيساوي 5 متر و25 سنتي. احسنت يا هشام، كده البنتين خدوا نجمتين، ناقص ادم وادم برضو ياخدوا نجمتين. طب يلا يا مس، يلا هجيبه تاني بس على، مس هو الكاميرا شورت ولا عادي؟ لا الكاميرا شورت. ماشي. الملتزم، الجروب الملتزم في كل حاجة هو اللي هيفوز النهاردة. جروب ملتزم سواء فتح الكاميرا أو في إنه يجاوب صح. يلا يا آدم، يبقى أول واحدة قالتها إحنا هنا بدلنا سما الشطورة، الأربعة بدلناها مكان السبعة، والسبعة بدلناها مكان الأربعة، وده جمع يبقى إبدال في جمع. 500 سنتي، 525 سنتي كم متر؟ في المتر هنا دي 500، يبقى 500 بخمس أمتار. يلا بناخد الكلام في المية، في العدد 34042، الرقم 4 في خانة الألوف بنسميه ايه؟ الأربعة هنا في خانة الألوف بيسمى ايه؟ بيساوي 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 10000 مرة الرقم الموجود في خانة العشرات. قد الرقم الموجود في خانة العشرات ده كام مرة؟ يعني في خانة العشرات هنا ب40، وهو بكام؟ ب4000، يعني على الزيادة عليه بكام صفر يا آدم؟ 0 1. صفر واحد. ازاي؟ ده 4000 عشان يبقى والتانية عشرات 40؟ الآلاف. لا مش عشرات الالاف، هو قصده العشرات بس، معلش عشرات الالاف، العشرات ركز، هو قال العشرات اللي هو الاربعة اللي في 40، الاربعة في العشرات ب40، لكن الاربعة في الالوف ب4000 بس، يبقى كده زيادة عنها بكام صفر؟ يمكن زيادة عنها بصفرين. بس كده هنشيل الصفر ده، مع الصفر ده يتبقى صفرين، يبقى الأربعة ضربت في 100 تديني 400، يبقى بيساوي 100 مرة. يلا اللي بعديها يا أدهم، قيمة الرقم H. عشان نجيب ال H هنا يا أدهم بنعمل إيه؟ إحنا قلنا الأول المفروض بنعمل نموذج شرطي، نموذج شريطي. النموذج الشريطي ده اللي هيعرفني الكبير بنحطه فين والصغير بنحطه فين. قلنا في النموذج الشريط الكبير بنحطه فوق والصغير بنحطه تحت. طيب مين الكبير؟ اللي بيجي بعد علامة يساوي ولا اللي في الأول؟ الكبير بيجي بعد علامة يساوي لو كنا بنجمع 2 زائد بعض، يعني لما أقول لك كده 3 زائد 5 هتساوي 8، يبقى الكبير هنا بيجي بعد علامة يساوي، لكن في الطرح الكبير هو اللي بيجي في الأول. عشان انا هقول لك ساعتها ايه، اطرح الثمانية من الخمسة تديك ثلاثة، يبقى في الطرح الكبير الاول بنطرح الكبير ناقص الصغير، لكن في الجامع الكبير بيجي بعد علامة ايه؟ يساوي. هنا الكبير فين يا ادهم؟ هل الاتش هي الكبيرة ولا ال 3410؟ 3710. يا بابا احنا لسه قايلين، ركز يا ادهم في ايه؟ ما انا لسه بقول في الطرح الكبير ناقص الصغير، يعني انا لسه قايلاها. هو ليه مش بيكتب؟ سوري يا جماعة ثواني. هو نت ضعيف ولا ايه؟ لما مش عايز يكتب على البورد.
وأخيرا كتب. ايوه ينسى، هو ساعات بيعلق كده. إيه لما يكون النت ضعيف بيعلق. يعني لا، ممكن بسبب الشاشة، بسبب الحمل يعني اللي عليه. ايوه يبقى زي ما ادهم قال، الكبير مين؟ الاتش. يبقى احنا هنكتب الاتش هي كبير او فوق، لان في الطرح الكبير ناقص الصغير. ايدينا مين؟ 3410 و 1590. العفون نكتبهم هنا تحت على الاجزاء، نكتبها تحت. طيب يبقى هنا هنجمع ولا نطرح يا ادهم؟ طالما الاتنين تحت بقى تحت جنب بعض، بنطرح ولا بنجمعه؟ نطرح. أنا مش مذاكر النهاردة للأسف خالص، وشكل المعلومات عندي نسيت. ابني اطرحهم ازاي لما هما جنب بعض يا آدم؟ لا هنطرح نجمعهم، يا بابا نجمعهم. بنقول كل بيساوي الجزء زائد الجزء، هما الاتنين أجزاء، فهنجمع الجزء زائد الجزء. بنطرح في حالة واحدة، لو كان واحد فوق وواحد تحت، لو كبير فوق اللي هو الكل مثلا وتحت جزء، وأنا عايزة أجيب اللي جنبيه، بنطرح الكبير ناقص الصغير، اللي فوق ناقص اللي تحت. لكن هنا الاتنين جنب بعض فاجمعهم. اما انا ليه برسم نموذج الشريط وعمال اعمل ده كله عشان اعرف ان انا هجمعهم ولا هطرحهم؟ تعرفوا انه في اغنية حلوة جدا من غير ما ارسم نموذج الشريط هنعرف نجمع ولا نطرح؟ اسمها ايه؟ الاول لو مش موجود اعمل عكس الموجود، الناقص لو في النص اطرح من غير ما تبص. الاول هنا مش موجود، مش الاتش هي اللي مش موجودة؟ يبقى الأول مش موجود، اعمل ايه؟ عكس الموجود، اعمل عكس الموجود. ايه عكس الموجود؟ يعني الموجود هنا ناقص، اعمل عكسها. عكس الناقص ايه؟ زائد. يبقى امتى بنعمل عكس الموجود؟ لو الأول مش موجود. يبقى تاني الأغنية بتقول ايه؟ الأول مش موجود اعمل عكس الموجود، الأول مش موجود ها اعمل عكس الموجود، الاول مش موجود اعمل ايه؟ عكس الموجود. ايه عكس الموجود هنا؟ عكس الناقص زائد. يبقى احنا هنجمع. يلا يا ادهم اجمع. ماشي. 3410 زائد 1590. صفر وصفر هو الصفر، واحد وتسعة عشرة، هنكتب برضو صفر وهندي 4 1. 5 و5 10. وهنكتب برضو صفر وهندي 3 1، واحد كمان وثلاثة أربعة، 4 زائد 1 هيبقى 5، يبقى هيبقى الناتج 5. صح، يبقى الناتج 5000. يلا اللي بعديها، يلا يا هشام. لا أنا مالك، سامي 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 صح. يلا يا سامي، نعم يس نعم يلا يا سامي، يقول لك ناتج جمع 299 زائد 3125 هتطلع بكام يا سامي؟ تسعة وثلاثة خمسة 9 و9 اه يا سما، ده جامع يا سما سهل يعني، بتاع تاني تسعة ابتدائي. تسعة تسعة ناقص خمس ماشي، امس على عندي وطلعني. يا زيرو سما يا سما، بتجمعي ازاي يا حبيبتي؟ ماشي، 9 بنجمع زائد ازاي يا 5، ماما؟ بتجمعي ازاي يا ماما؟ 9 زائد 5، اه 9 زائد 5. اجمعي يا حبيبتي بسرعة يا جميل، ده جامع يا ماشي. سمر، تانية ابتدائي يا ماما، واخديني من أولى ابتدائي والله، من كيجي واحنا بنجمع، من كيجي. لا لا لا، انت سبحانك، انا كتير يا سما في الجامعة ولا ايه؟
الله يا حبيبتي، بنحط الكبير في دماغنا وبنطلع الصغير على ايدينا. رقم حطي يا حبيبتي 3. 9 في دماغك وطلعي الصغير على ايدك. ماشي. رقم ده 3. يلا يا حبيبتي، 9 زائد 5 طلعت كام يا ماما؟ 14 4 ومعانا الواحد. كملي. هو الواحد. 9 و1 10. 10 10 2 12. لا النهاردة هو غريب، بيعلق تعليق غريب. وعلى الواحد، على الاثنين، 2 1 3. ماشي. ماشي. لا نمت الرقم كام يا سما؟ هنختار مين يا سما؟ رقم 3. ماشي. البنات ينفع مننا، فهياخدوا نقط كده ينفع اكتر مننا. يا بس رقم 3 يا بس. فين الأكثر دول؟ يا أوضة دخلت؟ هدى ما دخلتش يا آدم، انتوا الاتنين قد بعض كده، شام وملك وآدم وأدهم، هدى ما دخلتش. يا مس نعم. رقم 3. اخترتي جيم؟ اه طيب مش ثواني، تعالي نتأكد الأول. 5 و9 14 4 معانا الواحد، 1 و2 3 3 و9 12 2 ومعانا الواحد، 1 و1 2 2 2 و2 4 والتلاتة تنزل 300 3424. شاطرة يا سامة. يلا السؤال اللي بعده يا هشام. ليش هو انا ما فهمتش هذا السؤال؟ بيقولك يمكن وضع الرقم 351 و 621، يعني هتحطي هنا رقم ايه في النص ما بينهم بحيث الرقم ده كله يصبح أصغر من الرقم ده؟ هنحط 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3؟ انه يصبح اصغر من 620. عشان يصبح أكثر. تعالي أصغر من مين الرقم ده لو قرأناه، اللي هو 6,201,351. بس يعني احنا بدنا نخلي 620 اكبر من 351. هو تاني تاني يا هشام، تاني اقول لك. مش عارفة في ايه النهاردة في الشاشة، أول مرة تعمل كده، أول مرة النت يعمل معايا كده، أبقى بكتب ولا إيه على يعني ما بلحقش. لا حول الله. بصي يا هشام، انتي لو جيتي حطيتي مثلا الزيرو هنا مكان المربع هيصبح العدد ايه؟ هيصبح العدد 6,200,351، صح؟ هل صح. كده صح؟ 6,200,000 مش فعلا اصغر من 201,351؟ بس لكن لو حطينا الواحد كان اصبحت يساوي مش اصغر، لو حطينا الاثنين كانت هتبقى أكبر، ولو حطينا الثلاثة كانت هتبقى أكبر، صح؟ صح. بس يبقى الإجابة الصح هي مين؟ الزيرو. هنحط في النص هنا زيرو. بس هو بيقول لك تحطي الرقم ده 0 ولا 1 ولا 2 عشان يصبح أصغر من الرقم الثاني، تمام؟ تمام. يلا حلي اللي بعديها بقى يا هشام. 13 زائد 0 بتساوي 13، دي خاصية ايه؟ الإبدال أو الدمج أو العنصر المحتمل غير ذلك، لأنه هاي جمع عادي. يا شيخة الدمج الدمج، فإما فين؟ عنصر محايد الجمعي، العنصر المحايد الجمعي. المحايد الجمعي هو الصفر على طول، أول ما أشوف الصفر يبقى محايد جمعي، الصفر بضيفه على أي حاجة ملوش لازمة. الدمج امتى يا شباب؟ قلت لما ادمج اقواس، الابدال بنبدل، يبقى هو المحايد الجمعي. اللي بعدها يلا يا ادم. 3 اسابيع ويوم، هو الاسبوع فيه كام يوم يا ادم؟ الاسبوع فيه 7 ايام. طب 7 في 3 وما 3 اسابيع، يبقى 7 في 3
سبعة في ثلاثة عيب واحد وعشرين. وعليهم يوم يا آدم. عيب 22. ممتاز يا آدم، يلا يا أدهم. اللتر نعم. فيه كم ملي لتر يا أدهم؟ اللتر في 1000 مللي لتر. اللتر فيه 1000 ملي. قول وانت واثق، شكلنا مش مراجعين. اللتر فيه 1000 ملي لتر. طب 13 لتر و30 ملي يبقى بيساوي ايه؟ 1330 ولا 13000؟ ايه؟ 13,030 مللي. ممتاز ممتاز يا ادهم. يبقى 13030. ليه؟ لان ال 13 قبليها 3 اصفار، لانها 13000. فالثلاث اصفار دول هنحط فيهم قيمه ال 30 مللي. ال 30 مللي هيفضل خانه الايه؟ المئات بزيرو. ممتاز. يلا يا سما، في المعادله ايه زائد 720 بتساوي 930؟ نحلها بطريقتين، لا اما بالاغنيه اللي انا قلتها لك، لا اما بنحلها بالنموذج الشريطي. هو مين هنا الكبير يا سما؟ اللي جه بعد علامة يساوي ولا الايه؟ بيقول لك الايه لما تجمع عليها 710 تديك 930. يبقى مين اللي اكبر يا سما، 930 ولا الايه؟ 930. صح، لان في الكبير بيجي في الجمع بعد علامة يساوي. يبقى 930 دي اللي هكتبها فوق يا شباب في النموذج الشريطي، وتحت هكتب الاجزاء. يبقى فوق هكتب 930 وتحت هكتب الباقي الاي وال710. طيب انا عايزه الايه كده يا سما، هطرح ولا هجمع؟ واحده فوق وواحده تحت، نطرح ولا نجمع؟ هنطرح هنعمل ايه سما؟ هنطرح ايه؟ هنطرح هنطرح. احسنتي، نطرح الكبير ناقص صغير. يلا اطرحي. 930 ناقص 710. راح يا سما. التلات. بنكتب هو في الطرح يا الصفر، شباب، لازم الكبير هو الأول. صفر صفر هو الصفر. صفر ناقص صفر هو الصفر. ثلاثة جميل. واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد يا يكون حبيبتي دي 3، فين اللي 1 ناقص 1 ده بس؟ أنا كاتباها لك إيه يا سما؟ 3 ناقص 1، والله الـ3 فوق والواحد تحت. ثلاثة ناقص واحد اثنين. 2. 9 ناقص 7. سبعة اثنين 9 ناقص 7. 2. صح كده، شاطرة يا سما. ركزي بس حبيبتي، محتاجة تركزي شوية. يبقى الإجابة 220 اللي هي أول واحدة ألف. يلا يا هشام. يلا. العدد 6 مليار و 704 749 مليون وألف 551. مقارب لأقرب مليار يساوي ستة. قربي من أقرب شبه مليار. الرقم قبليه السبعة. السبعة كريم راح يعطي الستة واحد، راح تصير 7 مليار. ممتازة. اللي هي بقى يلا اللي بعده. يلا يا آدم، العنصر المحايد الجمعي هو الصفر، ملوش لازمة أضيفه على أي حاجة. يلا يا آدم، يوم 7 ساعات، هو اليوم فيه كام ساعة يا أدهم؟ الساعة سؤال يلا يا أدهم. ينفع 24 ساعة؟ إيه؟ ينفع 24 ساعة؟ 24 و7. 24 زي 7 يعني، اه، وسبع ساعات. مش هو يوم 24 ساعة ونضيف لهم الـ24 دول 7، يبقوا كام؟ 29 ساعة. عد على صوابعك يا ادم لو سمحت، حط كبير في دماغك وطلع الصغير على ايدك يا ادم. هاي يا ادهم.
طلعوا كام؟ 31. 31. يلا يا سما، 5 كيلو جرام بتساوي كام جرام؟ هو الكيلو جرام فيه كام جرام يا سما؟ اللي أنا أكدت عليها المرة اللي فاتت إنها ألف كتير. 1000. شاطرة. يبقى ال5 كيلو فيهم كام جرام؟ 5000. شاطرة يا سما، أنت النهاردة ممتازة. يلا يا هشام، تقدير العدد من خلال أول رقم من اليسار، يعني هناخد أول رقم من اليسار والباقي فار اصفار، يبقى كام؟ هناخد الأربعة وكام صفر جنبيها دول؟ 400000. 400 ألف، يعني 4 و5 أصفار. يلا يا آدم، المليار أصغر عدد مكون من كام رقم؟ هو المليار بنكتبه إزاي؟ مليار واحد وكام صفر؟ وست أصفار المليار ولا واحد وتسعة أصفار؟ وخمسة صفر. ماشي، استنى، 1 و9 أصفار يا آدم. المليار 1 و9 أصفار. أول خانة التلاتة دول بتاع مين؟ الآحاد، الوحدات. تسعة. التلاتة اللي بعديهم خانات الألوف، اللي بعديهم الملايين، وآخر خانة خانة المليارات. يبقى كده بيتكون من كام رقم يا آدم؟ 9 أصفار و1، يبقوا كام رقم يا آدم؟ صح، واحد يبقى مش مليون. يبقى مليار حبيبي. بيكون بقى كده من كام رقم؟ المليون 6 أصفار يا آدم، المليون 6 أصفار و1، ده مليار حبيبي. 9 أصفار و1 يبقوا 10 أرقام يا بابا، أنت مش عارف تعدهم ليه يا آدم؟ يا آدم 9 أصفار يبقى 9 أرقام، واحد معاهم يبقوا 10 أرقام. أوعدت كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بس السؤال اللي بعده، مين اللي عليه الدور؟ مين عليه الدور يا شباب بعد آدم؟ أدهم؟ أدهم، يلا يا أدهم أنت لسه مجاوب صح؟ عادي، ما الدور بيلف لك تاني، ما احنا 4 بس عشان الأوضة ماشي. النهاردة. 53 كيلو بيساوي كام جرام؟ 53 كيلو يساوي كم جرام؟ التلاتة وخمسين يبقوا كام جرام؟ ماشي، 53. الكيلو الواحد فيه كام يا آدم؟ الكيلو واحد فيه كم جرام؟ 1000 جرام. يبقى وتلاتة التلاتة وخمسين وخمسين جرام كيلو بيساوي يبقى كام فيهم جرام؟ 53000 جرام. بس بسهولة خالص، اسأل نفسك الأول الكيلو فيه كام هتعرف تجاوب. يلا اللي بعديها السما، عندك تقريب نعم. العدد 69861 لأقرب 1000. إزاي نقرب لأقرب 1000 يا سما؟ بنقرب إزاي يا سما؟ نجيب اللي بعده. يعني هنقف الأول في خانة الألوف صح؟ طب أنا عندي هنا خانة الألوف فيها رقمين، فيها آحاد اللي هي التسعة وفيها عشرات الألوف اللي هي الستة، أنا هقف عند مين، التسعة ولا الستة؟ عند التسعة. ممتازة، طالما يا شباب ما قالكش قرب لأقرب عشرات الألوف يبقى هو يقصد كلمة لأقرب 1000 آحاد ألوف، يبقى أنا هقف عند التسعة اللي هي آحاد الألوف، وأشوف اللي قبليها كريمة ولا بخيلة. تمانية كريمة ولا بخيلة؟ يا سما نعم. يلا يا ماما، التمانية كريمة ولا بخيلة؟ كملي إجابتك، لسه ما حلتيش السؤال. إيه هي الأرقام الكريمة يا سما؟ كريمة كريمة. ماشي، إيه هي الأرقام الكريمة؟ ايه الارقام الكريمه يا سما؟ 8 و6 و4. لا حبيبي، لا يا حبيبي، مش ما قلناش كده، ما عمرنا قلنا كده، ما قلناش الاربعه عمرها كانت كريمه، قلنا الصفر الواحد الاثنين الثلاثه الاربعه دول بخيله يا سما،
الصفر والواحد والاثنين والثلاثة ومعاهم الأربعة، دول أرقام بخيلة. من أول الخمسة هي يا حبيبتي اللي أرقام كريمة، الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. الثمانية كريمة، هتدي للتسعة واحد يا شباب، فالتسعة تصبح 10. يا آدم ركز في الحتة دي، مهمة جدا وهجيبها في الامتحان. بنقول 9 زائد 1 10، ينفع أكتب العشرة كلها؟ لأ، هروح قايلة صفر ومعايا الواحد على الرقم اللي بعده على الستة، فالستة هتصبح 7. هتبقى 70، هتبقى 70,000. طيب هتبقى 70,000 الإجابة رقم ب. يلا يا شام السؤال اللي بعده. يلا يا بس، العدد 195,000. 1,095,000 و321 مقارب لأقرب 100 هو؟ فين نقارب خمس المئة؟ الثلاثة. الثلاثة الثلاثة. وهتبص للاثنين، الاثنين كريمة ولا بخيل؟ بخيلة، رحت مش هتدي حاجة للثلاثة. راح ينزل 1,005، الثلاثة هتنزل زي ما هي. والرقمين اللي قبليها صفر، والأرقام اللي بعديها راح ينزلوا نفس ما هما. أحسنت يا شام، ممتازة حبيبتي. يبقى 195,300. يلا يا آدم، أيوة يا مس، قيمة الرقم 6، الستة هنا قيمته بكام؟ بستة ولا بستمية ولا ب6,000 ولا ب60,000؟ ستين ألف 60,000. ممتاز يا آدم، لأن الستة قبليها كام رقم؟ قبليها 4 أرقام، هنحطهم 4 أصفار. أي العمليات التالية صحيحة يا أدهم؟ هل يا أدهم، تعال أربع نشوف أول ولاد. واحدة، هل 4,664 أكبر من 4,646؟ الكلام ده صح؟ غلط. مين لا اللي هيبقى هي غلط يا ابني؟ غلط ايه بس، حرام عليك يا بقى. ادهم. 4,664، ودي 4,646. طبعا ال 64 اكبر من 46. قارن كل خانة مع الخان، تعال نشوف. هنا خانة الالوف فيها 4 وهنا فيها 4، ادخل على الخانة اللي جنبيها، المئات 6 وهنا المئات 6، العشرات هنا 6 والعشرات هنا 4، فعلا الستة أكبر من الأربعة، يبقى صح. ما نستعجلش، عندنا خطواتنا نمشي بيها لحل المسألة. في دايما في الأكبر والأصغر واليساوي بنقارن الخانات ببعضها، وبنقارن من اليسار، بنبدأ نقارن الخانات من اليسار. وقلنا أول حاجة بنعد الأرقام، يعني المفروض الأول نعد الأرقام. هنا 1 2 3 4 أرقام، يبقى في الأولى دي دول كام؟ 4 أرقام، والناحية التانية لقيناهم برضو 4 أرقام. نبدأ بقى بعد كده نقارن الخانات من اليسار. الخانة اللي هنا فيها 4 وهنا 4، دي هنا 6 وهنا 6، هنا 4 وهنا 6، يبقى الستة دي أكبر. بس يلا اللي بعدها. يلا يا سما، دقيقتين و250 ثانية، هي الدقيقة فيها كام ثانية يا سما؟ 60. 60. يبقوا دقيقتين كام؟ يبقوا 60 مئة و60، وعشرين صح، شاطرة يا سما. يبقى كده دقيقتين 120 ثانية، نجمع عليهم 250 ثانية، نجمع 250 مع 120. يلا اجمعي كده يا سما، صفر وصفر. 345. لا لا، اجمعي بس صح، صفر وصفر. هو الصفر ها، 5 و2، 7 2 و1، 3. يبقى 370. اصلا انت هنا ما عندكيش 345 خالص. شاطرة يا سما. طيب يا شباب، قبل ما الزوم ما يقفل هنقفل وندخل تاني بسرعة، تمام؟
ماشي. ماشي يلا.